كورس الأول في كورسات التصوير. طبعا الكورسات دي للمبتدئين اللي لسه ما اشتروش كاميرات أو عندهم كاميرات ولسه مش عارفين يستعملوها وشافوا صور حلوة وعايزين يطبقوا زيها. كل ده هندخل فيه في كورسات كتير جدا وهنتعلم كل حاجة مع بعض إن شاء الله. أول حاجة عايز أتكلم فيها هي أنواع الكاميرات. أنواع الكاميرات طبعا بخلاف طبعا الموبايل فهي ثلاث أنواع. أول نوع اللي هو كومباكت، بيسموه كومباكت اللي هو تارجت أند شوت، بس إنك أنت تعمل تارجت على الهدف وتضغط زرار التصوير وانتهت العملية على كده، لا فيها إيديتنج ولا فيها أي حاجة، ما فيهاش أوبشنز. فدي اللي هي الكومباكت. تاني نوع اللي هو مش موجود عندي حاليا، اسمه البريدج. البريدج ده اللي هو جه في النص ما بين الكومباكت والدي اس ال ار، وهي عبارة عن كاميرا نفس الشكل بتاع الدي اس ال ار ولكن بعدسة ثابتة ما بتتغيرش زي اللي في الصورة حاليا ظاهرة قدامكم دي. تيجي بعد كده الدي اس ال ار. يعني ايه دي اس ال ار؟ اللي هي الديجيتال سينجل لينس ريفلكس، ديجيتال سينجل لينس ريفلكس اللي هي بالعربي كاميرا رقمية ذات صورة انعكاسية بعدسة فردية، هي دي الكاميرا الاحترافية. ايه اللي بيخلي الكاميرا الاحترافية دي في منها الرخيص وفي منها الغالي؟ حاجة اسمها السنسور، سنسور الكاميرا. قبل ما ندخل في تفاصيل السنسور وايه الفرق ما بين الكاميرا الرخيصة والكاميرا الغالية، اشتركوا في القناة وفعلوا زرار الجرس واعملوا سبسكرايب وخليكم معايا، وبعد الفاصل هنرجع نكمل ونشرح ايه الفرق ما بين الكاميرا الرخيصة والكاميرا الغالية. طيب احنا قلنا دلوقتي الكاميرا الدي اس ال ار في منها نوعين مش ماركتين. الماركات معروفة، يا نيكون يا كانون يا سوني، لكن انواع الدي اس ال ار اتنين، يا فول فريم يا كروب فريم. ايه الفروقات بقى بين الفول فريم والكروب فريم؟ والفروقات دي هي اللي بتخلي الكاميرا سعرها يزيد وكواليتي بتاع الصور يعلى. يبقى أول فرق هيكون واضح ما بين الفول فريم والكروب فريم هو حجم السنسور، زي اللي في الصورة ده. ده حجم سنسور في الفول فريم كامل، لكن في الكروب فريم حجم السنسور مقصوص صغير جزء من الفول فريم. طيب ده معناه ايه؟ معناه انه في الفول فريم حجم الضوء اللي داخل للسنسور او للكاميرا كبير. لما يدخل ضوء كبير يعني الالوان ادق، الكواليتي بتاع الصورة هيطلع دقيق، حدة الصورة والألوان هتكون أوضح عشان الفريم كبير. السنسور ده وظيفته إنه بيحول الضوء اللي داخل الكاميرا لصورة. هو الضوء بيقع على الجسم والعدسة أو وبينعكس على السنسور
فبيحول الصورة، بيحول لك الضوء ده للصورة. فكل ما بيكون الفريم كبير فبيجمع لك تفاصيل أكتر. يبقى أول فرق ما بين الكروب والفل هو الحجم بتاع السنسور. طيب تاني فرق ايه هو؟ تاني فرق اللي هو حاجة اسمها ISO. ISO ده هنتكلم فيما بعد عليه بالتفصيل، ولكن هو باختصار هو العامل رقم 3 في مثلث التعريض. ايه مثلث التعريض؟ اللي هما 3 حاجات رئيسية. اول حاجة الابرتشر اللي هو فتحة العدسة. تاني حاجة اللي هو الشاتر سبيد، سرعة الغالق. تالت حاجة اللي هو الـ ISO. الـ ISO ده وظيفته انه يعوض الضوء، ده اخر حاجة بتستعمله اللي هو الـ ISO، دايما بتخليه على اقل حاجة. لكن لو انت في مكان ضلمة شوية، الاضاءة مش مفيش اضاءة معقولة تخليك، يعني انت فاتح عدسة بتاعتك على الاخر و عامل سرعة شطر بطيئة بس لدرجة انك انت على الاقل تقدر تشيل الكاميرا وتصور من غير اهتزاز، وهي تقريبا 6 أجزاء من الثانية. اقل من 6 أجزاء من الثانية الكاميرا هتتهز، الصورة هتبقى مهزوزة. فلو انت فتح العدسة وعامل سرعة شطر على 6 أجزاء من الثانية والصورة مش واضحة، أو بمعنى تاني إنه الميتر بتاع الإكسبوجر ميتر مش مظبوط، فبالتالي هتطلع لك صورة وحشة. ففي الحالة دي هتعمل إيه؟ مفيش نور، هترفع الـ ISO. رفعت الـ ISO، مهما رفعت الـ ISO مش قوي، يعني طبعا في ليه ليميت. لو رفعته في الفول فريم مش هيعمل نويز، مش هيعمل تشويش، لكن في الكروب فريم لو عدى 800 على طول هيعمل تشويش، وممكن في الضلمه لو عدى 400 يعمل تشويش. فده بيخلي العدسه الكاميرا الفول فريم اقيم اغلى. طيب في حاجة بقى موجودة في الكروب فريم بس، اللي هو معامل القطع، اللي هو بالانجليزي اسمه كروب فاكتور. الكروب فاكتور ده مش موجود في الفول فريم. يعني ايه الكروب فاكتور؟ قبل ما اشرح الكروب فاكتور عايز اوضح ايه هو البعد البؤري، الفوكال لينس، عشان لما نفهم ايه هو البعد البؤري او الفوكال لينس هندخل نشرح الكروب فاكتور. البعد البؤري دي عندك عدسة، ده وش العدسة، وده الجزء اللي بيركب في البادي بتاع الكاميرا. الفوكال لينس هو المسافة ما بين العدسة والسنسور اللي جوه البادي بتاع الكاميرا. يعني ودي عدسة، دي عدسة 60 ملي، يعني من أول العدسة للسنسور 60 ملي. في عدسة 50، في عدسات زوم مثلا 24-70 70-200، دي بتتغير بالبكرة الزوم. أقل حاجة 24، يعني من العدسة للسنسور 24. ممكن تكبر الزوم يبقى من العدسة للسنسور 70 مثلا. فده الفوكال لينس. طيب ايه بقى معامل القطع؟ الكروب فاكتور قلنا موجود في العدسة الكاميرات الكروب
اللي فيها كروب سنسور. يعني لو جبنا كاميرا فول فريم وكاميرا تانية كروب فريم وماركة واحدة نيكون مثلا، وجبنا عدسة 50، هنركب العدسة 50 على الفول فريم وهنركبها على الكروب فريم، وهنجيب تارجت نحطه في النص، هو ده اللي هنصوره، وهنصوره بالكاميرتين. العدس الكاميرا اللي عليها الكاميرا الفول فريم الفوكال لينس بتاعها هيبقى 50. طب في الكروب فريم انت مركب عدسة 50، بس عشان الفريم مش فول فريم كروب مقصوص، يبقى في النيكون بتضرب معامل القص القطع اللي هو في النيكون 1.5 وفي الكانون 1.6. في النيكون 1.5 هتضربه في الفوكال لينس بتاع العدسة اللي هو 50 هيطلع 75. في الكانون 1.6 في الفوكال لينس اللي هو 50 بتاع العدسة اللي راكبة هيطلع 80. ده معناه ايه؟ معناه ان الفوكال لينس في الكاميرا نيكون كروب بقى 75 مش 50. يعني الصورة السكيل بتاع الصورة بقى ضيق، لكن في العدسة الفول فريم السكيل واسع زي ما هو في الصورة واضح دلوقتي. في الكانون هيبقى برضو ضيق، في الكانون 80، الخمسين في الفول فريم بتاعت الكانون هتبقى في الكروب فريم 80، يعني السكيل ضيق، لكن في الفول فريم السكيل واسع. معامل القطع ده اللي هو الكروب فاكتور برضو بيأثر على العزل، عزل العدسة. لما تكون فاتح العدسة على أقصى حاجة، لو كانت أقصى حاجة 1.8 في الفول فريم هتبقى 1.8 وهتدي لك العزل الممتاز اللي انت عايزه. طب لو خدت العدسة دي حطيتها على الكروب فريم في النيكون هتضرب برضو أقصى فتحة للعدسة اللي هو 1.8 في 1.5 هتدي لك 2.7. يعني أقصى فتحة للعدسة في الفول فريم للنيكون 1.8، حطيتها في الكروب فريم هتبقى 2.7، مش هتدي لك العزل زي ما هتديهولك الفول فريم. طب في الكانون برضو هتضرب ال 1.8 في 1.6 هتدي لك 2.88. فرق كبير جدا ما بين الفول فريم والكروب فريم في العزل. يعني انت بتدفع فلوس في عدسة فتحة العدسة بتاعتها 1.8 وفي عدسات 1.4 وفي عدسات 1.2 ودلوقتي عاملوا عدسة 0.9، يعني مش ممكن وغالية جدا. 1.4 0.2 0.9 دول أغلى عدسات وصعب انك تلاقيهم. فمش معقولة تكون شاري عدسة فتحتها 1.8 وتحطها على كروب فريم هتدي لك عزل، بس مش العزل اللي انت متخيله، هتبقى 2.7 في النيكون و 2.88 في الكاميرا. أتمنى يكون الشرح ده يخليك تعرف تاخد القرار المظبوط، يا تاخد كروب فريم يا فول فريم. ومش غلط انك تاخد كروب فريم في البداية تتعلم عليها وبعد كده تحاول على فول فريم لو احتجت. ونصيحة، اخترت نيكون من البداية خليك على نيكون على طول،
لانك هتشتري عدسات، مش معقول هتبيع العدسات او هتستغنى عنها. العدسات بتركب على كل فئات نيكون، ولو كانون كل فئاتها هتركب على كل عدساتها هتركب على كل فئات كانون. فانت تختار من البدايه توجهك ايه، كانون ولا نيكون. في حلقه من الحلقات هنتكلم عليها امتى اختار نيكون وامتى اختار كانون. واللي ما اشتركش في القناه يشترك في القناه واعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو وشير، واشوفكم في الكورس رقم 2 ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه.